لكن انا بدي اوري المجتمع انه نحن سبيلنا يختلف من سبيله. نحن سبيلنا كدعاة دعاة التوحيد بننشر الدعوة. بعدك في ناس اعداء لدعوة التوحيد والله ذكروا اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة ما حيخلوك حيمشوا بجاي مرة ومرة ضربونا. انت ضربوك قبل كده في عرس عرسين كمان ضربوك. ده بس اللي انا شفته غير التاني اللي ما شفته. واخونا برضو شهاب واخونا مين واخونا احمد البدوي وكل من ضربه في النهاية ما حيخلوا سبيل لتعطيل الدعوة. لكن نسألهم سؤال واحد والإجابة ووقف في النقطة دي. الدعوة دي حقت منو؟ حقت الله. دي الإجابة حقت ربنا. إذا بيقدر يحاربوا الله بجرائد ما يقدر يحارب ربنا بجرائد بكذب باتهامات زورا وبهتانا بأسلحة نووية أسلحة نارية. واحدين مشوا من هنا ده أمريكا وقالوا ألحقوا الشباب من الكونغرس صوفية صابروا من هنا قالوا ألحقوا الشباب ديل وقفوا دعوتهم. جابوا الجفري قالوا عشان ناظرنا برضو هرب مشى. جابوا مين ذاك قال مين ذاك طفش. جابوا اللي زيرك طفش مشى الكونغرس سكنوا في أمريكا قبله عمل اللوتري إلى آخره. هل الدعوة وقفت ولا زادت؟ لا أنا بسأل ناس الجرائد ديل واسأل ناس الخرطوم بوست وغيرهم هل أنتم مما بديتوا تحاربوا دعوة الله دي ومما بديتوا تحاربوا الله؟ أيوة. الدعوه بتاعت ربنا دي زادت كده خدته تغيير. يا مع التاجر بتاع الطحنيه والزيت بخد جرد. ايوه انت يا ناس يا ناس الجرايد وناس خرطوم بوست وسوداني 24 الدارين تعادوا دعوه الله اقعد اعملوا جرد. هم ما بيقروا يا شيخ بالاسلوب ده انه مقدموا حاجه. لا لا يعني ممكن يجي فلك مكتوب في الاي دي يعملوا جرد يعني لا بد. انا داير احاربك انا ما لقيت سبيل بالصح ما قدرت ادير اقارعك بالحجه اجيب كتب اقعد معاك اناقشك. انا في النهايه ما لقيت مكتوب في الاي دي. ما هو هو اذا كان انسان ما خاف من الله في الشريعه انه يكذب على الشريعه ويزيد وينقص ويبتدئ يعمل كده فلا يمكن انه يتورع فيك انت.